خبر حزين يخيم على الوسط المغربي بعد سقوط الطفل ريان في البئر عن عمق حوالي 62 متراً. وقامت السلطات المغربية بالبحث عن الطفل منذ الساعات الأولى مستعينة بجرافة ووسائل بدائية وتقليدية. وأضافت السلطات أن الطفل ريان لا يزال على قيد الحياة عالقاً على عمق 35 متراً في البئر ويعاني من جروح طفيفة في الرأس. إخواني أخي المستجدات، هو أن ريان لا زال على قيد الحياة. تفاعل العديد مع هذا الخبر حيث تصدر وسم أنقذ ريان وعلق العديد من المشاهير ورواد هذه المنصات، أبرزهم الفنانة بلقيس التي قالت: ريان حبيبي، الله يفرجنا بخروجك سالما معافى، يا الله يا رب. وقال البعض: اللهم لا يعجزك شيء، بقدرك يا قدير، اللهم بشرنا بخروج الطفل ريان ورده لأمه ردا جميلا. وأضاف البعض: لماذا يتجمع الناس بهذه الطريقة بينما تباشر فرق الإنقاذ عملية إنقاذ الطفل ريان؟ المئات كما يظهر في الصورة حضروا إلى الموقع وسط محاولات السلطات إبعادهم. متى يقلع الناس عن هذه العادة التي تعيق سير العمل وتعقد المهمة مع كل حادث؟ كما ناشدت والدة الطفل ريان السلطات المغربية إلى سرعة انتشال ابنها من البئر العميقة التي سقط فيها، حيث قالت في تصريحات تلفزيونية: طلعوا لي ولدي. كنحمد الله نشكره، وكان السلطة دعوني دابا صافي. كنشوفك تالفة ما قداش على حتى حاجة.